صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا اللي خلى الرواية اللي يذكرها الشيخ يوسف العصفور في زمن عبد الملك ابن مروان أن يسير جيشا إلى البحرين، وقد هذا الجيش طبعا قام بردم العيون، حالة من التخريب غريبة عجيبة، ردموا عيون الماء اللي كانت موجودة، وهذه القصة يذكرها بالتفصيل الشيخ يوسف العصفور رحمة الله عليه في كتاب الكشكول، أن هذا الجيش قام بردم بعض العيون. طبعا قتلت جماعة من هؤلاء، هذا في زمن الدولة الأموية.